ماذا بعد إعلان الحكومة وفاة اتفاق ستوكهولم؟ ماذا فعلت الشرعية لحماية أهم مكتسبات الجيش في المناطق الشمالية؟ وهل ستدفع أحداث نهم الشرعية إلى مراجعة أدائها؟ أهلا بكم. استعاد الجيش الوطني في نهم زمام المبادرة وتحول من الدفاع إلى الهجوم خلال المواجهات التي تدور في جبهة نهم منذ قرابة 4 أيام. مواجهة الأيام الأربعة الماضية بقدر ما كشفت عن استبسال وثبات قوات ومنتسبي الجيش، بقدر ما كشفت أيضا ركاكة الأداء الحكومي والقيادي ممثلا بوزارة الدفاع وهيئة الأركان، والتي اكتفت ببيانات وتصريحات مكررة لم تلامس خطورة الموقف ولا حساسية المعركة. اختراق منظومة الاتصالات من قبل ميليشيا الحوثي يضع علامات استفهام حول ما الذي تفعله الجهات الحكومية المعنية منذ 5 سنوات. وفيما يخص نهم أيضا، تصعيد الحوثيين هناك تزامن مع تواجد المبعوث الأممي وسفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء، الأمر الذي اعتبرته الحكومة غطاء دوليا للحوثيين لممارسة أعمالهم العدائية ضد اليمنيين، ما دفعها لإعلان وفاة اتفاق ستوكهولم عبر ناطقها الرسمي مع تحميل الحوثيين مسؤولية ذلك. ونحن هنا نتساءل، ماذا بعد إعلان وفاة اتفاق ستوكهولم؟ وهل ستحرك الحكومة الشرعية جبهاتها العسكرية في مختلف المناطق وتعلن تفعيل خيار الحسم العسكري؟ على مدى يومين تغير الوضع الميداني في جبهة نهم على أكثر من حال. انسحبت قوات الجيش الوطني من عدد من المواقع، ثم عادت لتشن هجوما كبيرا وتستعيد بعض ما فقدت وتسيطر على مواقع أخرى جديدة في جبل هيلان. بعد 4 أعوام من تجميد العمليات العسكرية، تعود جبهة نهم للواجهة، وتعود معها مشكلات الشرعية والتحالف والاختلالات التي باتت تعكس طبيعة العلاقة بينهما. فبعد أيام من هجوم ميليشيا الحوثي، عقدت وزارة الدفاع اجتماعاً أعادت فيه ذات التصريحات الروتينية التي تكشف عن غياب واضح لمواكبة الإيقاع السريع للمعارك والتحرك بصورة أكثر احترافية. اعترفت قيادة وزارة الدفاع بأن ميليشيا الحوثي اخترقت منظومة اتصالات الجيش، كما استخدمت شبكات الاتصال النقالة لتحقيق اختراق عسكري بعد أن كانت قد فشلت في تحقيق أي تقدم خلال أيام من هجومها. وهو ما يضع الشرعية موضع المساءلة عما تفعله خلال 5 سنوات من الحرب، ولماذا لا تزال غير قادرة على فعل شيء حتى فيما يتعلق بحماية أفرادها وإنجازاتها العسكرية. على الجهة الأخرى، كشفت معركة نهم عن تطور مهم تمثل في الغياب شبه الكلي لطيران التحالف عن المعركة، إلا من بعض الضربات التي جاءت على ما يبدو في سياق إثبات الوجود لا غير. يرى مراقبون أن هذا الغياب يؤكد ما بات واضحاً منذ فترة، وهو أن الرياض باتت ترى في الجيش الوطني خصماً يمكنه عرقلة مشاريعها في البلد، خصوصاً بعد أحداث عدن في أغسطس الماضي. وهو ما يضعنا في مواجهة سؤال كبير، إذا لم تعد السعودية تدعم الجيش الوطني، فلماذا لا تزال الشرعية مرتهنة لقرار الرياض؟ تصعيد الحوثيين الأخير في نهم تزامن مع زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء ولقائه بقيادات ميليشيا الحوثي في ظل وجود عدد من سفراء الدول الأوروبية هناك، الأمر الذي انتقدته الحكومة بوصفه غطاء للحوثيين لمواصلة أعمالهم العدائية، إلا أن الحكومة اكتفت بتجميد اتفاق السويد وكأنه لا يزال سارياً. مواجهة نهم الأخيرة كشفت عن الكثير من المشاكل العسكرية والسياسية التي كادت تذهب بواحدة من أهم الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش، وتجعل من هدف استعادة الدولة اليمنية يعود إلى نقطة الصفر. فهل يدفع كل هذا السلطة الشرعية لمراجعة الموقف برمته؟ جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف من أمريكا المحلل السياسي السيد إبراهيم القاطبي. أرحب بك سيد القاطبي. إذن يعني الحديث الحكومة عن إعلان وفاة اتفاق ستوكهولم بعد ما جرى في نهم، في أي سياق تضع؟ هو محاولة
الحكومة تحاول أن يعني تمتص غضب الشعب بأي طريقة من الطرق، يعني حول ما يجري في مأرب، كونها لم تمتلك أي ورقة أخرى. الاتفاقية ميتة منذ الوهلة الأولى، يعني العالم كله يدرك أن الاتفاقية اتفاقية لم تكن حتى الحكومة اليمنية راضية بها، والتوقيت كان توقيت سيء جدا. يعني بدلا أن إعلان الحرب على الحوثيون ومحاولة دعوة العالم لإمداد القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية والجيش الوطني لمحاربة الحوثيون، ذهبوا للحديث عن شيء نسوه الناس. يعني نحن الآن نتحدث عن معركة مأرب، عن معركة نهم، عن معركة الجيش الوطني، عن معركة اليمنيين، وهم يتحدثون عن اتفاقية لم يعد يذكرها اليمنيون أصلا. فهي تحاول أن تمتص غضب اليمنيين، ولكن اليمنيون يدركون تماما أن هذه الحكومة الشرعية لم يعد لها أي تصديق ولا أي ورقة ولا لها لا إرادة ولا لها أي قوة ولا نفوذ، وإنما أصبحت أداة من أدوات الاحتلال أو الانتداب الإماراتي السعودي على اليمن، الذي بات واضحا بأنه يحارب الحكومة الشرعية بشكل مباشر في عدن وفي المهرة وفي كثير من مناطق اليمن ويمكن. لكن فيما يخص نهم، فيما يخص نهم سيد القاطب، يعني الآن بعد إعلان هذا الإعلام من قبل الحكومة، وبوضع الاعتبار الأحداث التي تحدث في نهم ومسألة التقدم، وربما وقبل ذلك كان ما أعلن أو تم الحديث على أنه انسحاب تكتيكي من خلال مواقع قوات الجيش هناك، الآن بعد هذا الإعلام من الحكومة، ما المفترض القيام فيه في السياق الطبيعي لمعركة تدور مع ميليشيا انقلابية؟ السياق الطبيعي هو أن الحكومة اليمنية يجب أن تدعو أولا مجلس الأمن الدولي والدول الحلفاء، تدعو ألمانيا، تدعو الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، كل الدول بدعمها من أجل استعادة الشرعية. أما الركون على السعودية وعلى مخطط السعودية والإمارات فهذا لن يسمن ولا يغني من جوع. أنا في اعتقادي أن الحكومة الشرعية فقدت كل أوراقها، المجتمع الدولي يعرف أنها أداة بيد السعودية والإمارات ولا تستطيع القيام بأي شيء، هي الآن قد خرجت من الباب وتريد العودة من النافذة، لا تستطيع تقديم أي شيء. حكومة لا تستطيع حتى امتلاك طائرة هوليكوبتر ولا سلاح ثقيل، وإنما في الآونة الأخيرة سلمت سلاحها الثقيل للانتداب السعودي الإماراتي في عدن، لا تستطيع أن تتحدث بأي شيء. فلذلك أنا في اعتقادي أنه الركون الوحيد يجب أن يكون على الشعب اليمني وعلى القوات المسلحة الحرة الموجودة في مأرب على وجه التحرير. هؤلاء من يمثلون اليمنيون، هؤلاء من يمثلون السعادة الشرعية والدولة، المقاومة هي الحل الوحيد. أما الركون على الشرعية التي خيبت آمال الشعب اليمني والذي أدخلت اليمن في دوامة كبيرة بسبب حفنة من الفاسدين والمتنفذين الذين أدخلوا اليمن هذه النافذة الضيقة من خلال الجلوس في الفنادق خارج اليمن في الرياض وفي كثير من الأماكن، هم سبب وجزء من المشكلة التي نحن نعاني منها اليوم. هؤلاء فرطوا في عدن، هؤلاء فرطوا في أبين، هؤلاء فرطوا في تعز، فرطوا في الحديدة مقابل الميليشيات ومقابل حفنة من الأموال التي تعطيها لهم الإمارات والسعودية. المقاومة هو الحل الوحيد. الذين يمتلكون المال، التجار اليمنيين في الخارج وفي الداخل يدعمون المقاومة. لن يكون هناك استعادة الشرعية لا من السعودية ولا من الأمم المتحدة، وإنما من خلال اليمنيين أنفسهم. يجب على اليمنيين أن يعوا هذا وأن يفكروا جيدا بخياراتهم. أما الخيار الارتهان للحكومة الشرعية التي ليست موجودة ولا شرعية، والتحالف الذي يخذلهم دائما، رأينا اليوم في مأرب، يعني يتم قصف الجيش الوطني ولا يحرك هذا التحالف ساكنا. هذه مشكلة يجب أن نصحى أولا، نعرف من هم أصدقائنا. طيب، ومن هم حلفاؤنا. للاطلاع أكثر حول ما يجري في مأرب، أشكرك على كل حال سيد إبراهيم القاطب المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من أمريكا. للاطلاع أكثر حول ما يجري في جبهة نهم في مأرب هناك، أو في جبهة نهم وما يحاذيها أيضا، ينضم لنا عبر أقمار الصناعية من مأرب السيد محمد صالح الحبري، أحد مشايخ محافظة
صنعاء، أرحب بك سيد الحباري. إذن حديث عن نهم هو حديث عن ملحمة نضالية يخوضها جيش بإمكانيات بسيطة. كيف هي نهم؟ كيف هي نهم خلال هذين اليومين الماضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نترحم في البداية على أرواح شهدائنا الأبطال، وندعو الشفاء للجرحى والثبات والنصر والتمكين لأولئك الأبطال الذي في كل جبهات العزة والكرامة، التي يخوضون معارك وملاحم أسطورية قد ربما لم يشهد لها في التاريخ القريب في تاريخ اليمن. على العموم أبطالنا بيخوضوا الملاحم على مختلف الجبهات، في جبهة نهم، في جبهة صرواح، في جبهة هيلان، على كل المراحل بيخوضوا هذه المعارك. ورهاننا الحقيقي والأساسي على أولئك الأبطال، رهاننا على أولئك الأبطال الميامين الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الطاهرة الزكية في سبيل حرية وكرامة هذا الوطن. بالنسبة للوضع الميداني، الوضع المعارك على أشدها، وتم سط الخروقات التي حاول أن يوجدها العصابات الميليشيات الحوثية، وسحقهم وجميع أفرادهم، ما يعني جثثهم بالعشرات، بل أكاد أن أقول بالمئات في جبهة نهم، جبهة هيلان، والحمد لله. طيب، يعني في سياق الحديث هناك من تحدث عن حصول انكسارات عسكرية للجيش الوطني، وهناك من تحدث عن انسحاب تكتيكي. أنت من خلال المعلومات لديك شيخ الحباري، ما الذي حدث بالضبط؟ الذي بخصوص عيد السؤال لو تكرمت، يعني فيما يتعلق في أحداث نهم، هناك حديث عن مسألة انكسارات عسكرية، هناك من تحدث عن انسحاب تكتيكي، المعلومات غير واضحة بالضبط ما الذي حدث هناك. بالنسبة لك أنت من خلال معلومات لديك، ما الذي حدث؟ على العموم على خط المواجهة في جبهة نهم الذي يمتد من منطقة جرشب في الميمنة إلى منطقة المنارة في الميسرة، بدأ العدو بمحاولة فتح ثغرات في جهة الميسرة، ولكن قوبل بضربات من أبطال الجيش الوطني، ضربات لم يكن يتوقعها، مما أدى إلى ارتباكه وعودة مدحورا. الآن الجيش الوطني هو من يقود زمام المبادرة. الجيش الوطني هو من يسيطر على الأرض في منطقة نهم، في الفرضة، في الميمنة، في جميع محاور جبهة نهم. طيب، أيضا ماذا تقصد عندما تتحدث عن تولي زمام المبادرة؟ شيخ الحباري، ماذا تقصد عندما تقول تولي زمام المبادرة؟ ما الذي يقوم به الجيش؟ كيف هي المواجهات الآن؟ تولي زمام المبادرة في قيادة المعارك، لأنه الآن مواقع ثابتة، لم يستطيع العدو أن يخترق ما عدا بعض المواقع القليلة في جهة الميسرة، وتم استعادتها مباشرة. الجيش الوطني وأبطاله ثابتين ثبوت الجبال، بل أقوى من الجبال في جبال نهم. يعني الآن يستطيع أنه إلى مرحلة الهجوم، إلى أي مرحلة تكتيكية ترسم لها قيادة الجيش وقيادة وزارة الدفاع، من خلالها يستطيع أن يحقق تلك النتائج بنتائج إيجابية ونصر إن شاء الله. تفضل بالبقاء معي شيخ الحباري، وأرحب بمن ينضم لنا عبر الهاتف، الخبير العسكري والاستراتيجي سيد عبد العزيز الهداشي من الرياض. أهلا بك سيد الهداشي، كيف تابعت معارك نهم المحتدمة منذ أيام؟
سيد الهداشي. سيد الهداشي هل تسمعني؟ هناك خلل في التواصل مع السيد الهداشي، سنحاول العمل على إصلاحه. أعود إلى ضيفي الآخر السيد الشيخ الحباري. نعم الشيخ الحباري، يعني في سياق الحديث عن المعركة هناك في نهم، كانت هناك أخبار وكذا حديث عن رواية رسمية، وزير الدفاع يتحدث عن انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع. هل ما حدث بالفعل كان انسحابا تكتيكيا، انسحابا من أجل يعني مسألة الألغام وما شابه، أم أن المسألة أخرى؟ ما الذي حدث بالضبط؟ الذي حدث كما شرحت سابقا، حاول العدو في جهة الميسرة أنه يفتح ثغرات في الخطوط الأمامية، من خلالها يستطيع أن يلتف على بعض المواقع في ميسرة جبهتنا، ولكن قوبل بضربات ساحقة، ومن خلالها خسر العديد بل الكثير من أفراده والكثير من عتاده، ولم يستطيع أن يتمكن من تحقيق أهداف خطته التي رسمها قوبل بضربات من أبطال الجيش الوطني والشرفاء والأحرار من أبناء القبائل وأبناء المناطق في تلك المناطق. طيب يعود إلينا السيد الهداشي، أرحب بك من جديد سيد عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري والاستراتيجي معنا من الرياض. هل الصوت واضح؟ أهلا بك. الصوت واضح، نعم. حياك الله. إذا سيد الهداشي، يعني كيف تابعت، ما هي قراءتك العسكرية للمعارك المحتدمة منذ أيام في فينا؟ دعني أبدأ من اتفاق ستوكهولم وتصريحات الناطق باسم الحكومة راجح بادي. حقيقة يعني أنا لا أدري، طبعا إلغاء اتفاق ستوكهولم لا يتم عبر التصريحات الصحفية أو التصريحات الإعلامية. إلغاء الاتفاق هذا برسالة من وزارة الخارجية لمجلس الأمن أو للأمين العام للأمم المتحدة أو لمندوب مجلس أو مندوب الأمين العام. هذا أولا. ثانيا لإلغاء الاتفاق. ثانيا، اتفاق السويد كان يخص الساحل الغربي فقط وليس الساحل الغربي بأكمله، وانما يخص الحديده لاشمل الجمهوريه كلها. هذه نقطه البر. طيب سنعود الى النقطه السياسيه سيد الهداشي وتداعيات تصريحات الناطق باسم الحكومه، لكن الان دعنا في التفاصيل الميدانيه فيما يتعلق بالوضع في نهم، دعنا نعود الى هناك الان ولو قاطعتك. يعني كيف هي قراءتك لهذه الخارطه العسكريه هناك خلال الايام الماضيه؟ للأسف الشديد ما كنا حققنا في شهور أو في سنوات، يعني خسرنا في لحظات. دعنا من الكلام المنمق يعني والكلام العاطفي. الحوثي هاجم في جبهة الميسرة هجوم خفيف، لإشغال القوة أو لسحب المقاتلين إلى جبهة الميسرة أو إلى جبل المنار، وكان الهجوم الرئيسي من الميمنة، وأستطاع أن يخترق ويسيطر على فرضته ويسيطر على مفرق الجو، وسقطت مواقع لم يكن مفروض ان تسقط بهذه السهوله. طبعا لا يعني لا يمكن ان نعزو هذا الى نقص السلاح، لان الحوثي هاجم المنطقه هذه بالاسلحه الشخصيه، يعني لم يهاجمها بدباباته ومدرعاته وطائراته وصواريخ باليستيه، هاجم بالاسلحه الشخصيه وكانت خساره كبيره. قضيه تصريحات وزاره الدفاع على ان هذا مسألة انسحاب التكتيك كلام فاضي وذر الرماد على العيون. الانسحاب كان نتيجة لضربات موجعة. طبعا هذا أسباب كثيرة، يعني سبق أن ناقشتها معك أو في البرنامج هذا. أسباب الانهيار الجبهة نفسها، فبضربة عاجلة أو بضربة سريعة من الحوثي ما حققنا في سنوات، وفي جبهة مهمة وفي قلاع جبال شاهقة وقلاع حصينة يستطيع أفراد أن يكسروا جيش كامل انكسرنا في لحظات. سيب الكلام المنمق على جنب، حصلت هزيمة، وهزيمة مروعة، هزيمة مذلة، هزيمة مخزية. بالنسبة للأخبار من جبال هيلان،
انه تم تحقيق تقدم نوعي في جبل هيلان، وكان يفترض هذا من البدايه. جبل هيلان نقطه ناريه وجيب ناري مهم جدا، ولا ادري لماذا تم اهماله، ومن الغباء العسكري والغباء حتى من الناحيه المنطقيه لغير العسكريين ان لا تترك يعني خلفك عدو او جيب ناري خلفك يؤذيك. ولكن اذا صحت الانباء انه تم تحريرها اليوم فهذا شيء ايجابي. نعم. طيب اعود الى الشيخ الحباري معنا من مأرب. ما رايك بما تفضل به السيد الهداشي الشيخ محمد؟ على العموم بالنسبة للكلام في خارج موقع الحدث، قد ربما استطاعت أجهزة الإعلام الميليشيات الحوثية أن توجد بلبلة إعلامية أو نصر إعلامي، وعلى ضوءها من خلالها تستطيع أن تسوقه عبر قنواتها لكل لمن لا زال يصدق تلك القنوات والوسائل الإعلامية. ما حدث يا أخي الكريم هو عبارة عن محاولة انتحارية من ناحية منطقة جرشب في ميمنة الميمنة، فالمنطقة المحاذية لمحافظة الجوف، يعني عملية انتحارية بكل ما تعنيها الكلمة. حاولوا بالدفع بجموع من المغرر بهم إلى تلك المنطقة من أجل الهدف الأساسي هو قطع طريق الجوف مارب، الرابط ما بين الجوف مارب، ولكن قوبل بصد عنيف وبضربات لأبطال المنطقة العسكرية السابعة، بالإضافة إلى أبطال المنطقة العسكرية السادسة، إضافة إلى القبائل الأحرار وأبناء المنطقة الشرفاء، إلى حد أنه تم إعادتهم إلى منطقة جرشب وتحرير منطقة جرشب بالكامل الذي هي تعتبر في نهاية سلسلة جبل يام الاستراتيجي. طيب الآن الحديث فيما يخص الجبهات اليوم ما هي الاحتياجات سيد الشيخ محمد؟ ما هي أبرز الاحتياجات التي يعني يتطلبها الوضع الآن ميدانيا هناك؟ الوضع الذي الاحتياجات التي تتطلبها الوضع الآن في خطة متكاملة من وزارة الدفاع وقيادة الجيش، ومتواجدين في الميدان يشرفوا على تلك المعارك وتنفيذها، ولديهم خطة مرسومة بكل ما 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 هي أهدافهم وماذا يريدون، وبإمكانك أن تسألهم هم. شكرا لك شيخ محمد صالح الحباري أحد مشايخ محافظة صنعاء، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. أعود لك سيد الهداش، يعني الحديث عن هذه المسألة هناك كثيرون، يعني ليس شيخ الحباري وحيدا فيما يتعلق في وسائل الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك حديث على أن هناك تسريبات أو بلبلة إعلامية من قبل قنوات الحوثية وناشطين حوثيين هم من يسيروا هذه المعلومات في السياق أن الجيش انكسر هناك وما شابه، ما رأيك بذلك بهذا الطرح؟ يا سيدي الحوثي مع قنوات، وإحنا ما لدينا قنوات، الحوثي لدي قناة المسيرة، لدينا عشرات القنوات الحكومية. المطلوب أن الحوثي بينزل فيديوهات جديدة، يعني اليوم نحن في المكان الفلاني بتاريخ كذا كذا، بينما عندنا كل الفيديوهات التي ظهرت من أمس على هيلان كلها ثبت أنها قديمة، بل بعضها أن تتابع للحوثي لها سنتين أو ثلاث سنوات. الآن يا سيدي نحن في زمن الأقمار الصناعية، أنت تحدث الشيخ الحباري وهو في مأرب صوتا وصورة، يا أخي ينزل واحد من الإعلاميين، ولدينا المئات والآلاف من الإعلاميين مسجلين في التوجيه المعنوي ويصورنا صور حديثة، فقط بنشتي فيديو لمدة ثانيتين أو عشر ثواني يقول أنا في مكان كذا كذا يوم كذا كذا، فقط ليس إلا الآن الخبر هو عبارة عن صوت وصورة، يعني في بث مباشر. الحوثي قد يعمل اليوم أو بكرة مؤتمر صحفي من فرضتنا، يعني الناطق الرسمي باسم الحوثيين سريع قد يعقد مؤتمر صحفي من فرضتنا، احنا ايش نصلح؟
نلفق فيديوهات قديمه. لا 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 التواصل الاجتماعي والضغط الاعلامي هو معروف يعني، او الكذب هو معروف، او الذي يكون لن ياخذ مدى طويل، وبالعكس ياتي بنتيجه عكسيه على من يتابعه. لكن الحقيقه انه اذا مثل حوثي من فرضت من بكره، ايش نقول له؟ نقول له انت كذاب. إذا نزل وفد صحفي تبع، لكن هناك أيضا شهادات ميدانية تقول سيد الهداشي أن هناك تقدم للجيش، وهناك حديث عن يعني أن ما يجري بالفعل ليس كما يصور به. لا 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 ما مش كذا. هذا الحين على رأي المثل الشعبي المصري، المية تكذب الغطاس. بكره واحد ينزلنا فيديو من هنا، واحد ينزلنا فيديو من هنا. احنا منتظرين بكره من الحوثيين مؤتمر صحفي من فرضتنا، ونطالب اصحابنا يعني في الشرعيه في مارب مؤتمر صحفي من قمه جبل هيلات. غير هذا الاعلام الان صوت وصوره، احنا بنصدق صاحب الصوت والصوره ولا نصدق الاعلام المجرد صناعه الخبر بدون صوت وصوره. حتى الصور غير مقبولات، حتى الفيديو بدون صوت غير مقبول، حتى الفيديو كامل بدون ذكر التاريخ والمكان وتصوير المعالم المحيطة التي تدل على المكان لا نعتد به. احنا منتظرين بكرة يعني، لو ظهر الحوثي، لو احنا من فجر اليوم ندعي السيطرة على قمة جبل هيلان، لو ظهر الحوثيين بكرة فيها ونحن عاجزين عن ان احنا نطلع فيديو لمدة دقيقة في الجبل هذا، انكسرت معنوياتنا. يجب ان نصارح الجميع يعني الحقيقه. نعم. الحقيقه لحظه خليك معي. اذا كانت وزاره الدفاع يعني بعلو قدرها وسمو مقامها اعلنت في تصريح رسمي او بث رسمي انها عملت انسحاب تكتيكي، الانسحاب التكتيكي نحن نعرف ايش معناه. الانسحاب التكتيكي ان تنسحب من مزاجك وتجر العدو الى منطقه تقدر تستطيع ان تسيطر عليه. فهل معقول ان الانسحاب التكتيكي انسحب من القمه التي انا مسيطر عليها الى السه وهو يصعد الى القمه ليقتلني اسفل؟ هذا حاجه مش منطقيه. ما حصل فينا كارثه بكل ما تعني الكوارث، بلاش نكذب على انفسنا. سبق ان ناقشنا وانت في البرنامج هذا بالذات ان الجبهات سوف تنهار، ثم ان جبهتنا لم تسقط اليوم، سقطت عندما سيطرنا على موقع استراتيجي ولم نستثمر عسكريا ولم نستغل سياسيا، واصبح وجودك كعدمه. ماذا يفيد الرئيس الراحل محمد انور السادات؟ قال النصر العسكري اذا لم يتحول الى نصر سياسي وهو زخم اعلامي فهو عباره عن تهريج. يعني هل افهم منك ان الدور يعني في سياق تقييم الوضع الان، الحديث الآن الذي يأتي من هناك أن هناك ثبات لمنتسبي قوات الجيش والأمن، هذا لقوات الجيش هناك في الجبهات، لكن أنت أفهم من كلامك أن هناك لوم على القيادة فيما يتعلق بالأداء العسكري هناك والخطط ومسألة قيادة المعركة والتصريحات الإعلامية؟ طيب أنا بعطي لك بعض النقاط يا سيدي. الحوثي كان عندما كان يدافع فينا زرع حقول ألغام، وكنا عندما نسأل قيادة الجيش الوطني لماذا لا تتقدمون، يعني كان في فترة من الفترات كان العذر الألغام، وكان من الطبيعية أن الحوثي يقوم بزراعة الألغام بصفتها أحد الوسائل الدفاعية. الحوثي لا أكثر من شهر وهو ينزع الألغام أمام أعينهم. أين الاستخبارات العسكرية؟ أين يعني عندما ينزع الطرف المدافع، عندما ينزع أحد الأطراف الألغام التي زرعها بنفسه دليل على نيته للهجوم. هذه كانت احد الاسباب. ثانيا الاتصالات انقطعت الاتصالات يعني فجاه، اوكي ما عندك مشكله. يفترض ان لدينا اتصالات لاسلكيه، الاتصالات القديمه اللاسلكيه التي يستخدمها العسكر، لا توجد لدينا سلاح اشاره بحيث انك تستخدم اشاره بدل مثلا تطلب سلاح، مثلا اطلب ذخيره كذا كذا، يكون لكلمه الذخيره رمز معين. هذا لا يوجد سلاح إشارة، وإذا وجد فهو غير فعال، وهو ما أدى إلى أن الاتصالات التلفونية أصبحت بلا قيمة. أعطيك سببا آخر للهزيمة، وللأسف استنجد فيني أحد قادة المواقع العسكرية فينا، يقول لا يوجد لدينا أكل. وعندما سألته مش معقول، قال اتصلنا لهم قالوا الطقم حالي بدي الأكل مبنشر.
هذا واحنا في قلب المعركه، هذا في احد المواقع، وهذا قبل ان تشتد المعركه. على سبيل المثال طيب ابقى معي، ابقى معي سيد الهداشي، ابقى معي. ينضم لنا الان عبر الهاتف المارب الصحفي حسين الصوفي، ورحب بك عبر الاقمار الصناعي. عفوا سيد الصوفي، ما الذي يعني من خلال معلومات لديك، ما الجديد الان فيما يتعلق بجبهتنا؟ اهلا وسهلا اخي وجيه، حياك. تفضل. اهلا وسهلا. طبعا للتو حاولت ان اتاكد منك، هل انا اتحدث على شاشه قناه بلقيس ام ان من اسمعه يتحدث هي في قناه المسيره؟ يعني الاخ الذي يتحدث الان قبل قليل كانه الناطق باسم قناه المسيره، وكانه هو الذي يتحدث باسم الحوثيين، مع ان الحوثيين لم يتحدثوا. طيب بما تحدث في بعض الاحيان المتحدث. يعني بعيدا عن هذا، بعيدا عن هذا سيد الصوفي، هناك تفاصيل قالها انه حتى لا تدخل الحلقه في سياق حديث شخصي وجيه. وما شابه، اعطني المعلومات وجيه. لديك. انا اتحدث. تفضل. انا احدث الان المشاهدين، انا احدث مشاهدي قناه بلقيس انهم تعرضوا للتضليل، وكان المفترض ألا يتم تعريض المشاهدين للتضليل، لأن هناك ما يتم طرحه كان عارياً على الصحة، بل وهناك انتقاص من قبل. أعطيني المعلومات لديك سيد الصوفي، وهذا الكلام مرفوض. أعطيني المعلومات في نهاية المطاف، الحقيقة قد تكون جارحة. هذا الأمر ليس مني، الميدان هو من يحدده. أعطيني المعلومات ليست لديك. نحن أتينا إلى هنا لنتحدث عن الحقيقة أخي وجيه، والحديث عن الحقيقة نحن نتحدث عن الجيش الوطني، والجيش الوطني هو الذي يدافع عن صنعاء ويدافع عن الشعب اليمني، ولا نتحدث. طيب عن جيش معلومات. دولة أو أعلم هذه فريقين. أنا والمشاهدين يعني نعلم ذلك، والضيف الآخر يعلم ذلك. الحديث سيد الصوفي، أنا والمشاهدين والضيف الآخر يعلم هذه المعلومات، ولا أحد يشكك بنضالات الجيش الوطني. أعطني أنا أريد معلومات. أن أحدثك. أين هو الجيش الآن؟ ما هي مسار المعارك؟ أعطني المعلومات. أنا دخلت الآن، دخلت الآن لأحدثك أخي وجيه، انتظر حتى أخبرك بما الذي حدث. فضل. الذي حدث يا أخي الكريم أن الميليشيا حاولت أن تهجم هجوم كان خطة محكمة ومعدة لها من فترة، وهذا الذي ظهر، هذا الذي اتضح. كانت الخطة تريد أن تعمل كماشة على فرضة نهم، وأن تفصل الفرضة كما ظهر من خلال وصول بعض الانتحاريين وليسوا مقاتلين، لأنهم لا يوجد لديهم إمداد ولا يوجد لديهم أسلحة ولا يستطيعون أن يخرجوا بشكل للسيطرة. خرجوا إلى مجزر وما ما حولها، وخرج لهم رجال القبائل في نفس اللحظة، وأخذوا منهم 80 ما بين جريح وأسير، وهذا الكلام نشر أكثر من مرة وتم توزيعه في نفس اللحظة. بعدها كان الجيش في الميمنة، كما ذكر الشيخ الذي تحدث قبلي، كان الجيش في الميمنة قد قضى على كثير من الزحف الذي كان بالعشرات، يعني الحوثيون بالمئات بل بالآلاف، يعني الحوثيون كانوا قد أحكموا خطة للهجوم على فرضة نهم، وهذه الخطة كانت خطة محكمة وعالية الدقة، وحاولوا أن يسيطروا على بعض أطراف جبل المنارة والذي تواجدوا في بعض الألوية، وأنا التقيت بمن كانوا هناك ومن تعرضوا للتشويش نتيجة اختراق الاتصالات اللاسلكية. الأخ الذي لديك من الرياض يتحدث عن أن هناك اتصالات، لا يوجد في فرضة نهم أي شبكة اتصالات على الإطلاق، لا يوجد لا تلفون لا سبافون ولا موبايل، يعني لا يوجد هناك أي شبكة اتصالات. الموجود هي شبكة اتصالات العسكرية التي هي الإشارة، والجيش يحقق في هذه الكارثة التي حدثت، وهو خطأ وجريمة يجب أن ندعو الجيش أن يحقق فيها بشكل كبير، لأن هناك دماء ضاعت، وكل الجيوش تتعرض لمثل هذه الخطط، لمثل هذه المباغتات. حينما فقد الجيش السيطرة عبر الإشارة تعرضوا للهرج والمرج، يعني بعض المواقع كان هناك نداءات عبر الموجات الطويلة، والعسكريين يعرفون ما معنى الموجات الطويلة. حينما تم فصل بعض الأجهزة، أجهزة اللاسلكي عن بعضها، حدثت أن بعض الوحدات العسكرية فقدت الاتصال مع بعضها، فتم
يعني إشاعة الحرب النفسية وأن مأرب سقطت وأن الجوف سقطت وأن يعني كثير من قيادة الشرعية قد قادروا وأن 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 من هذه الأمور التي أثيرت أثناء في الحديث اللاسلكي، وهناك توجيه بالانسحابات لبعض الوحدات. وأنا أتحدث الآن ولدي الوثائق والأدلة، وقد التقيت بكثير من الذين طبعا كصحفي يعني التقيت بهؤلاء الذين انسحبوا من تلك المواجهات، الذين انسحبوا من الميسرة انسحبوا إلى جبل يسمى جبل سحر. هذه المكان جبل سحر يبتعد مسافة بسيطة من جبل المنارة الذي هو قريب من نقيل بن قيلان، ويعني على بعد مسافة أكثر من حوالي 25 كيلو متر إلى العاصمة صنعاء. هي كانت فترة يعني فترة الفوضى التي حدثت بين المقاتلين حينما فقدوا الاتصالات وحينما تعرضوا لهذا الاختراق. الفترة كانت لو أن الحوثيون كان لديهم القوة الكافية بعد أن طبعا سحقت المجامع التي كانت مدربة، وهناك بطائق عسكرية لقيادات من الوزن الثقيل داخل ميليشيا الحوثي، وكانوا من كانوا قيادات على مستوى عقداء وضباط كبار كانوا في الحرس الجمهوري، منهم من تعرض للأسر ومنهم من قتل في المعركة وبطائقهم موجودة، وكل هذا موجود لدى أبناء الجيش الوطني ومن كانوا في المعركة. في هذه اللحظة لو كان للحوثيين أدنى يعني يستطيعون أن يتقدموا لاستقلوا هذه الفرصة التي هي تعتبر فرصة ذهبية بالنسبة للجيوش. يعني هي كانت الهرج والمرج والفوضى واختراق الاتصالات كانت من أجل هذا الارتباك، لكنهم عجزوا أن يدخلوا إلى المواقع العسكرية التي فيها أبطاء الجيش الوطني. طيب أنقل هذا الكلام للسيد الهداشي. سيد الهداشي، يعني سمعت كلام السيد الصوفي صحفي رجل في مأرب يقول التقى قيادات والتقى ضباطا ايضا او جنود، وهذا الكلام الان من الميدان، تفضل. على كل حال امر جيد انه اعترف باختراق سلاح الاشاره والاشاره في الاجهزه اللاسلكيه وقطعها وما الى ذلك، وهذا شيء جيد. ثانيا انا اتمنى ان اكون انا على خطا وهو يكون على حق، هذا بلا شك، هذا من باب التمني. والمطلوب غدا يعني من قمه جبل هيلان كإعلاميين هذا واجبهم أن ومن فرضتنا ومن المواقع العسكرية التي ادعى الحوثي أنه سيطر عليها، المطلوب تصوير فيديو موثق يعني على أساس ننهي حالة الهرج والمرج، وهذا أمر عادي جدا. يعني أنا أتمنى أن أكون على خطأ، فما فيش مشكلة عندي في هذا. إحنا ذكرنا على أنا ذكرت حقائق انا وتوصلت اليها نتيجه ما وصلنا اليه برضو من قاده ميدانيين اعرفهم، لكن اتمنى ان يكونوا خاطئين وان اكون انا برضو على خطا وان يكون اخينا الصحفي الصوفي على حق. وهو يتحدث عن قطع شبكة الاتصالات العسكرية، هو يقول أن هالمسألة كارثة. هذا جريمة، هذا كارثة، والمفروض في خطط بديلة في حالة اختراق مثلا اختراق يعني معرفة رمز الإشارة أو سلاح الإشارة، وحصلت في الحرب العالمية الثانية اخترقوا الإشارة حق الجيش الألماني والبريطاني، وهذا حرب الإشارة يعني موجودة يعني ثابتة يعني ما هي جديدة يعني عادي، لكن يفترض أن يكون هناك خطط بديلة. يعني مثلا موقع معين اخترقوا سلاح الإشارة ويترك الرأي العام ويترك المواقع العسكرية تترك الهرج والمرج، لا، في خطط بديلة لهذا. ثانيا هو الأخ بيقول الحوثي عمل هجوم وحاول يلتف، طبعا الحروب هي خطط وخطه محكمه وهجوم والتفاف، يعني ايش الحروب؟ يعني يبلغون قبل يومين استعدوا انا جاي هاجم عليكم، هذا حاجه منطقيه. بالعكس يعني انت تحترم الحوثي عسكريا انه بيمشي بابجديه العمل العسكري وليس كما اصحابنا. يعني انا اتصور واحد يعني كتيبه في قمه جبل تخسره يعني في ايام، مهما كانت المبررات الحوثي ما قاتل شيء في جبل المرار بدبابات ومدفعيه، ولم يقاتل في فرضه بدبابات ومدفعيه. حسب كلام الاخ وناس اشباب الانتحاريين كان بالامكان صيدهم وصدهم بسهوله. الان المطلوب انا اعتبر كلامي كل الذي ذكرته سابقا خطا، واتمنى اثبات الاعلاميين حقنا. يعني معنا 20 قناه والمسيره هي مسيره واحده، لكن قناه واحده لكنها قناه احترافيه، ولدينا عشرات القنوات الحكوميه.
لدينا حوالي 50 وكيل وزارة الإعلام، أكثر من وكالة رويتر، معنا مئات المراسلين. يا أخي صوروا فيديوهات، والذي بيصور الفيديوهات هم هو، يعني الموجودين هم هو، ما فيش تصوير تلفزيوني، لكن نتمنى حتى الهواة يصوروا لنا الكلام هذا. الآن احنا في عام 2020، لا يعني قبل 100 سنة في نهاية الحرب العالمية الأولى كان التصوير السينمائي اللي يثبت الحقيقة قبل 100 سنة، الآن عاجزين عن تصوير لقطة بموبايل. نعم. وبطبيعة الحال الناس الآن بحاجة للإطمئنان وإزالة اللبس فيما يحدث. شكرا لك سيد عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا على الهاتف من الرياض. بالعودة إليك سيد الصوفي في الحديث عن طبيعة القوات المتواجدة في نهم الآن، أعطينا أرقاما فيما يتعلق بحجم قوات الجيش هناك، أيضا ما هو وجود التحالف بالنسبة يعني كشريك في هذه المعركة، معركة اليمن بشكل عام. كنت أتمنى أن ينتظر الأخ الذي يتحدث في الرياض، وأنا كنت أتمنى أيضا منكم أن تتأكدوا هل تتصلون بأحد من الرياض أم أنه يتحدث من المسيرة. يا طيب سيدي دعنا الآن نتحدث فيما يتعلق بطبيعة القوات، تفضل. تراجع عن كل، لا يا وجيه رضي الله عنك، خلني أكمل. هو تحدث غير موجود، الدخول في سياق الضيف لم يتحدث به، لم يتحدث الضيف سيد الصوفي. والضيف طيب خرج، لكني أتحدث الآن فلا يصح أن ندخل في سياق الحديث عن الضيف. لا أتحدث عن الضيف، حدثني عن معلومات وعن تحليل. أخي وجيه تفضل. أنا أتحدث الآن عن معلومات. هو يقول أنه يعني الحوثيون لديهم خطة محكمة، ونحن لم نقل له أننا طلبنا من الحوثيين أن يبلغونا بالخطة قبل يومين، وإنما أيضا مثل ما يقول أن الحوثيون لديهم خطة محكمة، أيضا الجيش الوطني لديه خطة، وإلا لما سيطر على هذه الجبال الشاهقة، وهذه كانت فرضة نهم كما يقول، كما روي في أثر عن علي عبد الله صالح أنه قال من لم تربيه أمه تربيها الفرضة. هذه الجبال الشاهقة لم تفتح ولم يعني يدخلوها الأبطال في مسافة كبيرة جدا، يعني من حدود مأرب إلى حدود صنعاء أكثر من 180 كيلو متر. هذه الحدود كلها قطعها الجيش الوطني في خلال فترة قصيرة من الزمن، في خلال طيب هل الجيش يعني الوطني حرب أسطورية وصفها اللواء محسن خسروف، هل وصفها اللواء محسن هناك خسروف بأنها واحدة من أعظم المعارك التي ستدرس للتاريخ. الجيش هو يقاتل منذ اللحظة الأولى وحده، وما حجم هذه القوات؟ الجيش يقاتل منذ اللحظة الأولى، الجيش قاتل وحده، الجيش قاتل منذ اللحظة الأولى. هناك إسناد جوي من قبل طائرة التحالف، وهذا الإسناد عاد، الإسناد هو توقف نتيجة الإرباك الذي حدث، وهذا الإرباك حدث إرباكا طبيعيا ويحدث في أقوى الجيوش العالم. لو تعود الآن تكتب في جوجل اختراق الاتصالات للجيوش العسكرية سيظهر لك 5 من أقوى وأعتى جيوش العالم تم اختراق الاتصالات العسكرية لها، وتعرضت للنكسات والهزائم، وحقق العدو يعني ما يريد، لأن العدو أو الخصم حينما يريد أن يقتحم ويعني يصل إلى الشفرة إلى اللاسلكي فإنه يعتمد على عنصري السرعة والمباغتة، وهذان العنصران حينما يتوفران في أي جيش فإنه يقضي على الجيش الآخر مهما كانت قوته. ما حدث في فرضة نهم أنه لا السرعة ولا المباغتة حدثت، بل أن الجيش ظل في حالة ارتباك لفترة كبيرة جدا. لو أن من كانوا في الطرف الآخر مجموعة من الأطفال كانوا سيطروا على المواقع العسكرية التي فيها أبطال الجيش الوطني، وبالتالي هذا جيش عظيم، جيش أسطوري، جيش ذو عقيدة قتالية يقاتل لأكثر من 9 أشهر بلا رواتب، بلا دعم كافي، وهذا الذي يرفض أبناء الجيش الحديث عنه، لكنهم يقاتلون من أجل الوصول إلى صنعاء، من أجل أن يرفع الذل والظلم عن أبناء اليمن الذين يتعرضون للتعذيب والإهانة والقتل تحت التعذيب، الذين يتعرضون لاختطاف النساء واغتصابهن في السجون، يريدون أن ينتصروا لأبناء اليمن الذين يجبرون على أن يدفعوا الأموال لمن يسمى بسيدة، ومن يجبروا بأن يدفعوا الضرائب لحزب الله، والشعب اليمني يموت جوعا ومرضا وقهرا، وهؤلاء يعيثون بالشعب اليمني يعني سوء العذاب. وبالتالي هذا الجيش القوي، الجيش البطل، هو يقاتل من أجل هذه العقيدة، ويتعرض للخذلان ويتعرض لكثير من السخرية من قبل الذين لا ينتمون الى الحصه الوطني، ولا يعني لا ليس لهم من هم الا الحديث عن كلام لم يتحدث به حتى الميليشيا حتى اللحظه.
شكرا لك سيد حسين صوفي الصحفي، كنت معنا عبر أقمار صناعية من مأرب، وكل الأمل بأن يعني تقابل نضالات منتسبي وأفراد الجيش الوطني بحسن القيادة من قبل قيادة الجيش وكفاءة إدارة المعركة من قبل العسكريين وأيضا السياسيين في هذه المعركة، حتى لا تضيع دماء اليمنيين سدى في هذه الأوقات الصعبة من تاريخ البلاد. شكرا لك سيد الصوفي، وشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري في أمان الله.